مرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم أن قمة المناخ كان فيها 190 دولة حاضرين، وفود من 190 دولة حاضرين على الأراضي المصرية. بنتكلم على دبلوماسيين، بنتكلم على إعلاميين، على صحفيين، على ناس حتى شباب يمكن موجودين بيحضروا قمة المناخ. وفي الحقيقة وسائل الإعلام الدولية أشادت بنجاح مصر في تنظيم المؤتمر بحضور قادة وزعماء العالم، زي ما اتكلمنا زعماء من أو رؤساء من دول كتيرة جدا كانوا موجودين في قمة المناخ. وأكدت كمان أن مصر أثبتت قدرتها على التنظيم المبهر، وأثبتت كمان مدى تأثيرها الإقليمي والعالمي بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل الاتفاقيات المهمة اللي مصر عملتها في مجال الهيدروجين الأخضر، إطلاق كمان سيادة الرئيس للمنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد. فخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن يعني هذه طبعا القمة، وكيف رأت وسائل الإعلام العالمية هذه القمة وتنظيم مصر لهذه القمة، من خلال طبعا الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ فند، أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا بك يا فندم. إزاي رصدت إشادة الإعلام الدولي بنجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ بحضور قادة وزعماء العالم؟ يعني في البداية خلينا نقول أن نجاح أي دولة في تحقيق أهدافها مرتبط بالاستراتيجية اللي هي حطاها، وإزاي الأهداف دي تم ترجمتها على الأرض، وإزاي قدرت أن هي تحققها على الأرض، وإزاي قدرت أن هي تكون مؤثرة وفاعلة في توصيل رسالتها من خلال استضافة أي منتدى أو مؤتمر إلى آخره. لما بنبص لقضية مؤتمر المناخ، لما حضرتك بتتكلمي على 190 دولة بحضور ومشاركة 100 ويعني حوالي 40,000 مشارك من المشاركين على مستوى العالم، على مستوى التمثيلات المختلفة، على مستوى الرؤساء، على مستوى الملوك، على مستوى الأمراء، على مستوى رؤساء دولة رؤساء الوزراء، على مستوى المنظمات غير الحكومية، وبتشوفي قدرة الدولة المصرية على إدارة هذه الفعاليات بنجاح كبير. ده بيعكس عدة أمور الحقيقة. الأمر الأول كما توضحت حضرتك وأثرتي، الاستعداد اللوجستي اللي قدرت الدولة المصرية توفره في مدينة شرم الشيخ، القدرة التنظيمية الهائلة من خلال القدرة على توفير الأماكن المناسبة للمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة والمنطقة الخضراء التي تديرها الدولة المصرية، واللي من خلالها الدولة المصرية ضاعفت من اماكن الاجنحه اللي بيتم من خلالها استعراض انشطه الدول المشاركه. حضرتك بتتكلمي على 165 جناح مشارك في هذه الدوره. صحيح. كانوا قبل كده في اخر دوره لا يتعدوا حوالي ال 80 او ال 70 جناح مشارك في مثل هذه المؤتمرات. صحيح. كل الامور دي كانت مرصوده بدقه شديده جدا من قبل الاعلام الدولي، ومنذ اللحظه الاولى رصدت الهيئه العامه للاستعلامات المصريه هذه ردود افعال هذه على هذه القدرات المصريه. استاذ احمد، يمكن ابرز حاجه يعني مش بيهتم بيها بس صانع القرار، ولكن بيهتم بيها زي ما بيقولوا كده صناع المستقبل، الناس اللي عندها رؤيه، هي قصه الطاقه الجديده والمتجدده، مشروعات الهيدروجين الاخضر اللي مصر يعني بتخطط ان هي تنتج منها 8% من انتاج العالم، هي فعلا المستقبل. كان في خطوات مهمه جدا في هذا الامر. الناس ربما مش فاهمه اهميه قصه الهيدروجين الاخضر وازاي ممكن ياثر على مصر، وليه الناس بتستثمر فيه، وليه هو عايز دول فيها طاقه جديده ومتجدده. ممكن ببساطه كده نوضح الموضوع ده في خطوط عريضه؟ طيب استاذ مصطفى، الامر لا يتعلق بالهيدروجين الاخضر بس، ولكن الامر يتعلق بتحويل مصر الى مركز للطاقه الإقليمي، ومن ثم التحكم في مصادر الطاقة العالمية كمصر كمصدر لهذه المصادر النظيفة المتجددة في المستقبل. الأمر ده بيخضع لمجموعة من السياسات اللي الدولة المصرية ما اتبعتهاش فجأة، يعني لا تتخيل أو لا يتخيل أحد من المستمعين أن الدولة المصرية بتدخل على هذا المؤتمر بملف عادي أو بملف جرى تجهيزه في أيام قليلة قبل انعقاد المؤتمر. لو الدولة المصرية على هذا النحو، ما كانتش من الاصل الامم المتحده قررت ان يتم الاسناد. طبعا احنا عارفين ان بيتم الاسناد لدوله من الدول على حسب التوزيع القاري، مره كل يعني كل دوره انعقاد بيتم اسنادها لدوله في قاره معينه، انما في دول في كل قاره بتبقى متقدمه بملفات
لاستضافه هذا المؤتمر متعدد الاطراف للدول الموقعه على الاتفاقيه البيلاتراليه للامم المتحده للمناخ. لما بنبص على الدوله المصريه ونشوف الملف بتاعها، الملف بتاعها بيشمل استعداد الدوله المصريه مش من النهارده ولكن على مدى سنوات طويله. اللي بيهمنا على الارض ما تم اتخاذه من سياسات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجيات تم وضعها ومن ثم السياسات التنفيذيه على الارض التي تم رسمها في من خلال الحكومه المصريه وقياده دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وازاي انك انت قدرت على مدى السنوات التسعه الماضيه انك انت بتعكس ده على الارض بالفعل من خلال مشروعات بتراعي فيها كافه الابعاد، من خلال بالفعل تنفيذ مجموعه من المشروعات المتعلقه بالطاقه المتجدده مش الطاقه الهيدروجينيه بس، ولكن انت بتتحدث عن مصر كمركز وثقه اقليمي للطاقه الخضراء الطاقه المتجدده بصفه عامه. ومن ثم انت قدرت عبر استعراض هذه الملفات انك انت بتقدم الدوله المصريه على هذا النحو، ويمكن ده اللي بيخلي الدوله المصريه قادره ان هي تعلن عن قدرتها من خلال المبادره اللي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل او لاطلاق منتدى الهيدروجين الاخضر، ان ازاي الدوله المصريه قادره على اداره هذا الملف. يعني خلينا نقول ان زي ما منتدى غاز شرق المتوسط في لحظه من اللحظات كان نقطه مفصليه في تحول الدور المصري في الاقليم، وان الدوله المصريه استطاعت من خلاله ان هي تمارس مزيد من التاثير في علاقتها بدول الاقليم، سواء الدول اللي انت بترتبط معها بعلاقات اقتصاديه او الدول اللي انت ما كانش بينك وبينها اي نوع من العلاقات الاقتصاديه او السياسيه، لكن في النهايه الدوله المصريه نجحت من خلال هذا الملف في منتدى غاز شرق المتوسط ان تتحول الى مركز اقليمي مهم في الغاز الطبيعي. النهارده مصر ما اقتصرتش الامر على الغاز الطبيعي بس، والمتابع الدقيق وانا فاهم يا استاذ مصطفى انك انت متابع دقيق لهذا الملف، مصر حولته الى منتدى للطاقه بصفه عامه. ومن ثم الدوله المصريه قدرت من خلال كل هذه الدفعات، من خلال كل هذه الحجج والبراهين على الارض، ان تقدم نفسها باعتبارها مركز للطاقه المتجدده المستقبليه التي تراعي الاشتراطات البيئيه. الاشتراطات البيئيه انت بتهدف من خلال كل هذه المشروعات انك انت بتحقق هدفين رئيسيين. الهدف الاول انك تكون هذه المشروعات قابله انك انت تعمل نوع من انواع سياسات التخفيف للتغير المناخي الذي حصل، ومن ثم مجموعه من السياسات الاخرى التي تطبقها على الارض بهدف التكيف مع ما جدا من متغيرات مناخيه على الارض تؤثر على الكثير من القضايا اللي تم بحثها بعنايه في هذا المنتدى. طيب يعني يمكن شعار هذه القمه يا فندم كان فور امبلمنتيشن او قمه التنفيذ، يعني الى اي مدى نقدر نقيس نجاح المؤتمر في تحويل التعهدات اللي يمكن كانت قبل كده في باريس وغلاسكو لقمه التنفيذ في طبعا شرم الشيخ؟ بالفعل استاذ بسنت كما تفضلتي واشرتي انت 26 قمه منذ بدايه الاهتمام بقضيه المناخ في عام 1992 وتحولها الى مؤتمرات الدول المتعدده الاطراف الاطاريه الموقعه على هذه الاتفاقيه، ومن ثم انعقاد 26 قمه سابقه على المناخ في هذا الاطار. احنا لازم نتفهم ان كل القمة السابقه كان بيتم الحديث حولها، حول ما هي الاجراءات، كيف يمكن ان يتم تنفيذها، ما هي التعهدات. انت النهارده على الارض دول العالم بالفعل التقت وبدات من خلال ورش عمل متخصصه ان هي تناقش قضايا نوعيه بالفعل بتؤثر في مستقبل الشعوب ومستقبل العالم ومستقبل البشريه. الانسانيه امر مهم جدا، وان تشعر الدول المتقدمه ان هناك مسؤوليه كبيره تقع عليها من الضرر الذي وقع على الدول الاقل حظا على سلم التنميه الاقتصاديه والتي ما زالت تعاني من جراء هذه الازمات. يعني على سبيل المثال ازمه النازحين او اللاجئين، تتحدثي عن تغير الظروف المناخيه وكيف يمكن ان يؤثر على زياده حجم هذه الاشكاليه في المستقبل، ومن ثم ما تمثله من ضغوطات اقتصاديه وضغوطات سياسيه وضغوطات امنيه على الدول المتقدمه في المستقبل نتيجه التغيرات المناخيه التي تحدث في بعض البلدان. من المهم في هذا الاطار انك انت بتربطي مجموعه من العوامل المختلفه عبر مجموعه ورش العمل المختلفه اللي تم عقدها، بحيث انك بتقدري في النهايه توصلي الرساله الحقيقيه اللي بترغبي من خلالها لاحداث هذا التوازن بين الدور اللي كان بيتم التملص منه على مدى سنوات طويله، وبين انك انت بتدي بالفعل حظوظ
لدول الأقل فرصة على سلم التطور والتنمية الاقتصادية أن هي تعرض وجهات نظرها. هذا المؤتمر كان فرصة لمجموعة الدول الأفريقية، مجموعة دول أمريكا اللاتينية، مجموعة الدول العربية، مجموعة الدول الآسيوية، أن تعرض بالفعل مناحي التي تم فيها التضرر من قبل مقومات التقدم والتنمية التي تحققت للدول الأكثر حظا أو الدول التي تمتعت بفرص أكثر من خلال الثورات الصناعية المتعددة التي مر بها العالم. وأنا عليها في هذا التوقيت أن هي تتوجه بعين العناية إلى باقي الدول لاتخاذ سياسات على الأرض تمكنها بالفعل من تفعيل قدراتها على سياسات التكيف والتخفيف في المستقبل من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء. المؤتمر على الأرض حضرتك بتشوفي على سبيل المثال الدولة المصرية لوحدها، أنك أنت بتتكلمي على مجموعة من الاتفاقيات الكبيرة والكثيرة والمتعددة التي عقدتها الدولة المصرية من أجل في البداية تحويل مصر إلى مركز الطاقة، وأيضا من أجل الاستثمار في طاقة نظيفة سواء بالنسبة للقارة الإفريقية أو في المنطقة العربية أو المنطقة الآسيوية أو دول أمريكا اللاتينية. إحنا اليومين دول عندنا الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا حاضر هذا المؤتمر، وبيعرض لوجهة نظر البرازيل من الأضرار التي لحقت بها جراء التطور الذي حدث في هذه المناحي المختلفة وتأثيراته على البيئة، بيئة العمل وبيئة الإنتاج وبيئة الاقتصاد البرازيلي بصفة عامة. العالم في لحظة بتتطلب الوعي الشديد بأن حقوق أن هناك بشرية واحدة تعاني من جراء مجموعة من السياسات التي تم اتخاذها على مدى سنوات طويلة وتم فيها الدور على حقوق الشعوب الاقل تقدما. القمه دي نجحت ان هي تحقق هذا الهدف وان تقدم وتعرض عبر ورش عمل متعدده، وده الجانب الثاني الايجابي في دور الدوله المصريه، هذه القدره الفعليه على التكيف مع اهداف المؤتمر. طيب خليني اخد يعني جمله صغيره من كلام حضرتك يا استاذ احمد. حاجه لو سمحت اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك يعني ان هذا المؤتمر كان فرصه للدوله المصريه بصوره جيده ان هي تمكن باحثيها، تمكن خبرائها من أن يعرضوا أفكارهم وأن تقدم نماذج من الباحثين الوطنيين المتخصصين كلهم في مجاله، أنه هو قدر يعرض وجهات نظر الدولة المصرية فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فيما يتعلق بالشق السياسي، أن الدولة المصرية لديها من القدرات التي تمكنها بالفعل أن تتحول إلى هذا المركز. كل ده تم بالتعاون مع القارة الأفريقية اللي مصر بتعد رأس الحربة بالنسبة لها في هذه التحركات، وبتقود الملف الأفريقي من أجل استعادة حقوق الشعوب الافريقيه. تحت امرك اتفضل. استاذ احمد، حضرتك ذكرت في النص ان مصر ربما يعني لما اطلقت منتدى غاز المتوسط بدات كلاعب صغير في هذا الملف ثم اصبحت لاعب رئيسي في المنطقه. طيب انا عندي تساؤل كمواطن، او ربما حد تاني يقول لك طب القصه بتاعت المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد مصر هتعمل فيه؟ انا هنا بتكلم من الجانب السياسي طبعا، مش من الجانب الفيزيكال او الجانب العلمي. يعني انا كشكل سياسي انا هقدم ايه لمؤسسات التمويل، للمنظمات، للقطاع الخاص، للدول المنتجه، للدول المستهلكه، وخصوصا ان المشروعات حتى الان يعني فعلا تمت ولكن الموضوع لسه جديد على العالم زي ما بيقول. طيب لو أنا قادر أفهم سؤال حضرتك كمان وقادر أجاوب من خلاله على نقطة مهمة جدا، أن هناك قطاعات بتحاول أن تروج في الوعي العام المصري أن هذا المؤتمر إيه فايدته؟ مصر بتعمل ليه مؤتمر زي ده؟ إيه اللي هيعود على المواطن المصري يعني لما يتعمل على أرض مصر مثل هذا المؤتمر؟ الحقيقة أن مجموعة الأهداف اللي الدولة المصرية بتحققها من خلال استضافة وتنظيم هذا المؤتمر يعني بتتعدى كمان ما حققته مصر على الأرض من قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الطاقة المتجددة. خلينا نتكلم على أن الدولة المصرية في المستقبل وهي تبحث عن التنمية المستدامة وفقا للأجندة الأممية 2030 و2050، الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة من خلال استراتيجية مصر 2030 لتحول الدولة المصرية إلى فاعل مؤثر في الإقليم وفي العالم. مجموعة السياسات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده بالفعل مكنت الدولة المصرية ان تستضيف هذا المؤتمر، ولكن على الارض انت بتشوف ازاي ان الدولة المصرية بتمكن المواطن المصري من تأمين مستقبله، تأمين مستقبله وحقه في طاقة نظيفة، في بيئة نظيفة، في اجواء عمل مناسبة، يستطيع من خلالها المواطن المصري ان يمارس حقوقه كغيره
من شعوب العالم التي تمارس الحياة اللي احنا بنتكلم عليها، الحياة المرفهة او الحياة برفاهية، لان على الارض بتضمن مش للشعب المصري بقى النهاردة بس، لكن انت بتضمن تحول الدولة المصرية الى فاعل مؤثر في الاقليم ومن ثم في العالم في هذا الملف بالتحديد. هذا الملف بالتحديد يمثل نقطة فاصلة في التعامل بين الدول يعني الاقل حظا على سلم التنمية والدول الاكثر تقدما. انك انت بتكتل الجهود، احنا في اطار صراع سياسي، لابد للمواطن المصري ان يتفهم انك انت في اطار صراع سياسي. البيئه بالفعل قضيه تبدو ان هي قضيه بعيده عن السياسه، ولكن البيئه لها علاقاتها التفاعليه على الصعيد العلاقات الدوليه، على صعيد العلاقات الاقتصاديه، على صعيد العلاقات الاجتماعيه، ومرتبطه بالعديد من التصورات لدى الدول المتقدمه ولدى الدول الناميه. لما بتبص لده في صراع في النص حول الحقوق، حول المكتسبات، اللي انت بتحاول من خلال استضافة مثل هذه المؤتمرات ان تنفذ من خلالها الى مطالب مشروعة تحققها على الارض. على الارض المكتسبات المصرية تعدد بمراحل كل ده علشان انت من خلالها قدرت تحقق مكتسبات على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الترويج للقطاع السياحي، على صعيد الامن، استعراض قدرات الدولة المصرية الامنية على استضافة هذا المؤتمر الكبير بكل ضيوفه وبكل ممثليه ل 190 دولة على أرضها بحوالي 40,000 مسافر. فتح لنا يمكن بالفعل مجالات عديدة جدا، وزي ما حضرتك ذكرت الآن يعني المجال السياحي بالتحديد يمكن صحيح. كمان فتح لنا يعني خطة جديدة للسياحة، يمكن سياحة المؤتمرات بالتحديد يعني لو نقدر نقول، والأمن والأمان يمكن دي من أهم كمان النقاط اللي بنتكلم عنها، وهي قدرة مصر على استضافة وفود من 190 دولة منهم قادة لدول مختلفة. ده بيؤكد بالفعل لقدرة مصر على طبعا الحفاظ على أمنها واستقرارها. كل الشكر ليك الأستاذ أحمد داجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.